أخبار اليوم. تقول لنا أنت بتيجي كل سنة هنا ولا في سكوب؟ عشان أقرأ على المرحوم الفنان العظيم عبد الرحيم حافظ الفتحة وأترحم عليه وأترحم على أيام الحلوة اللي كنا شفناه فيه. عندك كم سنة؟ 64. حضرتك مواظب إن أنت كل سنة تبقى في ذكرى عبد الحليم كده؟ بالضبط كده، كل سنة باجي مخصوص عشان عبد الحليم الله يرحمه ويحسني بيه. إبراهيم جاي من طنطا، وكل سنة باجي هنا عشان أزور عبد الحليم حافظ في الذكرى 39، والله يرحمه وأهله كلهم بيحبوا عبد الحليم وبتوع طنطا كلهم بيحبوا عبد الحليم حافظ. أنا محمد رضوان عبد العال من محافظة سوهاج مركز تمام. بتيجي كل سنة هنا في ذكرى عبد الحليم؟ حضرتك الذكرى كل سنة باجي هنا على طول، بس في حاجة حضرتك كنت عايز أقول عليها بالنسبة لموضوع الشقة، إحنا مش عارفين نروح الشقة خالص، ما فيش حد يسمح لنا بنروح الشقة، يا ريت يبقى في متحف يحطوا فيه مقتنيات كل عبد الحليم حافظ ولو بتذكرة رمزية، الناس تعرف تزور المتحف وتروح له. مدحت رجب عبد المجيد من المنصورة، في عام 2003 غيرت اسمي من مدحت رجب إلى عبد الحليم رجب حبا وعشقا للأستاذ عبد الحليم اللي هو بمثابة الدم في العروق. عبد الحليم أغلى من أي حاجة تانية في الدنيا، وليه طلب صغير من كل محب حليم إن احنا نجتمع على رأي إن احنا نعمل متحف لحليم، لأن حليم يستاهل مننا كل خير، ونستاهل إن العالم كله يجي ويشوف متحف حليم في مصر. كل سنة باجي، وأعضاء جمعية عبد الحليم طبعا عارفيني بالنسبة إن أنا بغني، وباجي طبعا أهني كل سنة، لأن هو بصراحة يعني بالنسبة لنا حاجة تانية الله يرحمه، ومازال الآن في قلبنا كلنا. الحاجة زينب مصر قديمة. مصر قديمة، بقالك كم سنة بتيجي هنا؟ 39. 39 سنة بتيجي هنا؟ السنة دي 39. بقول لك من يوم ما دف احنا جينا هنا، وبدف الخميس والأربعين والجمعة، ورحنا بيته، روحت برضو بيته وشفت الشقة وشفت كل حاجة فيه، وأخته هنا برضو، وكنت مصورة مع وأخواته أستاذ محمد وإسماعيل، كانوا هم اللي بيجوا بيقوموا بالاحتفال هنا وكده. أحمد محمد طنطاوي رئيس لجنة تخريج ذكرى عبد الحليم حافظ بالمحلة الكبرى. يحيى عبد المتعال عضو من أعضاء الجمعية من بني سويف. شكر عرفة من لجنة تخريج ذكرى عبد الحليم حافظ من القاهرة. في البداية حضرتك تكلمنا عن الرابطة وإزاي فكرتوا فيها؟ والله احنا فكرنا فيها من فترة، من 35 سنة، على اساس ان احنا اجتمعنا كشباب في السن دوت ان احنا بنحب عبد الحليم، فلقينا كلنا بنيجي كل واحد لوحده في حب عبد الحليم، فقلنا نحاول نجمع بعضنا عشان يكون فينا افكار او تطورات لحب عبد الحليم، والناس اللي بتحب عبد الحليم نجمعها مع بعضها. فجينا الكلام ده من 35 سنة، كان الله يرحمه استاذ محمد شبانة اخو الاستاذ عبد الحليم كان بيحضر معانا، فقلنا نحاول نترابط مع بعضنا بالاتصالات الخطابات ونتجمع في مدفن عبد الحليم نشوف ايه الجديد اللي نعمله السنه الجايه. فبدانا نفكر في افكار ان نعمل فراشه، نجيب صور، نتقرب مع الناس عشان نجمعهم في حب عبد الحليم، بحيث الانسان اللي كان نفسه يجي هنا يلاقي فيه تشجيع انه يجي المكان، بحيث نكتر اللجنه. والحمد لله بدات تتطور وتعلو وتنمو بالصورة اللي انت شايفينها دلوقتي.